حال رغبة المريض بإجراء فحص خاصة للبول، أركز على البول بالدرجة الأولى، لا بد له من أخذ وعاء لجمع البول من المخبر تحديدا، ولا يجمع البول عنده بأي آن من المنزل. فمثلا يأتينا على سبيل المثال بول مجموع ضمن أوعية غير نظيفة، أو ضمن أكياس نايلون، أو ضمن أوعية غير مخصصة لجمع البول نهائيا، وتعطي نتيجة سلبية تماما لصالح المريض. فالأفضل للمريض أن يأتي إلى المخبر ويأخذ وعاء نظيف ومعقم لجمع عينته لكي يحصل على نتيجة مرضية له. فكثيرا من النتائج الخاطئة تضر المريض، قد لا ينتبه المريض أنه هو السبب في هذه النتيجة التي وصل إليها، ولكن بوقاية بسيطة يحصل على نتيجة أفضل بكثير من التي حصل عليها. مجرد هذا الوعي أن يذهب إلى الطبيب المخبري، يطلب منه متى يجمع العينة ويأخذ وعاء ويعود إلى المنزل ليعطيه العينة في اليوم الثاني أو بعد ساعات. فكثير من الأشخاص يحملون إلينا وعاء عليه آثار دوائية مثلا، أو وعاء آخر مستعمل من قبل كزيت وما شابه. فيفضل عدم استعمال هذه الأوعية نهائيا، والتقيد بما قدمت بأخذ وعاء جاهز لهذا الغرض تحديدا. في بعض المرضى أيضا يخافون من عملية سحب الدم أثناء الصيام، هي كمان فكرة بحب أقول عنها قبل، إنه سحب الدم عملية غير لا تضر بالصيام ولا تضر بالصحة نهائيا، وهي عملية بسيطة. فكثير من الرجال حتى أكثر من النساء يأتون إلينا إلى المشفى هنا وعند سحب الدم لديهم يخف ضغطهم، يعني يعانون من مشكلة ضغط سحب الدم ويخافون من رؤية الدم ويحصل عندهم هبوط في الضغط. فعملية سحب الدم هي عملية سهلة جدا ولا داعي للخوف منها، ويجب أن يأتي المريض إلى المشفى أو إلى الطبيب المخبري وكله ثقة بالطبيب أو المكان الذي قدم إليه. فهي عملية سهلة وبسيطة، وعلينا أن نشجع الأطفال على هذا الموضوع إن احتاج الأمر لذلك، وألا نرهبهم من الأطباء وتخويفهم بالإبرة. فكثير من الأطفال أيضا يصيبهم الرعب والخوف من مجرد أن يشاهدوا إبرة أو يشاهدوا واخذة دم بسيطة، واخذة جلد بسيطة. فالأفضل أن نقوم بالوعي الصحي للأطفال منذ الصغار على ضرورة مراقبة وسهولة التعامل مع الطبيب. فالطبيب هو شخص غير مخيف بالنسبة للجميع، ويجب أن يضع الجميع ثقتهم به وألا يخافوا من التعامل معه.